أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أهلا وسهلا بحضراتكم في رسالة دعوية من برنامجكم صباحنا مصر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ربنا في القرآن الكريم متحدثا عن العمل الصالح الذي ينبغي على الإنسان أن يكون في هذا العمل، وهذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وللعمل الصالح أثر على الفرد والمجتمع. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل الصالح وأن يسعى الإنسان في كل مناحي الحياة، فالله خلق هذه الأرض ومهدها وأمرنا بإعمار هذا الكون وبإعمار هذه الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه أيضا: ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى وأن يترك أبواب الرزق ساعيا عن الرزق الحلال وعن المطعم الحلال، وأن هذا العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيد الوجود قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يرقد، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول في حديث أخرجه الإمام البخاري أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. وإذا نظرنا إلى الأنبياء وجدنا أن نبي الله آدم كان تاجرا، وإذا وجدنا إلى نبي الله سيدنا زكريا كان تاجرا وكان نجارا، وإذا نظرنا إلى سيدنا موسى وسيدنا شعيب وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، كان سيدنا النبي يرعى الغنم. وكذلك الأنبياء، ما بعث الله نبيا إلا كان راعيا للغنم. فقالوا له: يا رسول الله وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط في مكة. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، سيدنا أبو بكر كان تاجرا، سيدنا عمر كذلك كان تاجرا، سيدنا عثمان كان تاجرا، سيدنا علي كان عاملا. ولذلك كان سيدنا علي يقول: لحمل الصخور إلي من كلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يتكاسل، بل ينبغي عليه أن يجد ويجتهد، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الذي يعمل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عبده أن يعمر هذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.